بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة بقى هنستكمل الجزء الثاني من الحصة بتاعتنا، اللي هو برضه يعتبر في نفس المجال اللي احنا اشتغلنا فيه، شغل المكتب الفني برضه والناس اللي بتعمل مستخلصات والكلام ده. هنبدأ بقى إن شاء الله في الجزء الخاص بحصر الأعمال والتقارير والشتات والكلام ده. بس قبل ما اشتغل لازم بس نوضح نقطتين اتنين برضه زي ما بدانا توضيح المره اللي فاتت. ايه النقطتين اللي عاوز اوضحهم؟ زي ما قلنا في الدراسه السعريه ان انا بضطر الجا لدراسه سعريه او بستخدمها في نقطتين اتنين اساسيتين وانا بدرس المشروع في الاول، او وانا عندي بند زاد عن 25% ببدا اعمل تحليل سعر ليه او دراسه سعريه للبند بتاعي. برضه حصر الكميات ده او اعمال الحصر دي بحتاجها في مرحلتين اتنين في المشروع. المرحله الاولانيه او الجزء الاولاني وانا بعمل جداول المقارنه. قلنا جداول المقارنه دي من الحاجات الاساسيه في المشروع، ان لازم يبقى ايدي فيها على طول واكون عارف المشروع بتاعي رايح فين وجاي منين. بمعنى لو حد كان فاكر معايا كده في الحصه رقم ثلاثه لما قلنا ان انا لازم اعمل حاجه اسمها جدول مقارنه مبدئي، ده اللي ببدا اعمل فيه حصر للاعمال اللي في التندر او الاعمال اللي في المستندات بتاعه العقد بتاع المشروع اللي انا سحبتها، وحصر على الطبيعه اللي هي الاعمال الشوب درون، او انا اقول لو حد الشوب درون ده انا هبدا اشتغل عليه عشان اطلع جداول المقارنه اللي انا منها هبدا اشوف ايه البنود اللي هتزعل عندي، البنود اللي عندي ايه، البنود اللي هحتاج لها سعريه ايه، البنود اللي هلغيها ايه، الشوارع اللي هتنضاف ايه، الشوارع اللي هتزيد ايه، الكميات اللي انا مفترض ان انا اعمل لها زياده في السعر. كل الكلام ده لازم اخد بالي ايه بالي منه. الحاجه الثانيه وانا بعمل مستخلصات او حصر عشان اخد فلوس، سواء كان مستخلصات للعميل او مستخلصات للمقاولين البطل. الخطوة الأولى كمل بعتذر بس. الحالة الثانية اللي بلجأ ليها ما أجي أعمل مستخلصات. أول حاجة بالنسبة لنا هي أسلوب الحصر في شغلنا واحد. إحنا شغلنا من أسهل أعمال الحصر اللي ممكن تقابلها في حياتك. ما عندناش فيها الصعوبة اللي موجودة في الأعمال الثانية زي الخرسانات والكلام ده كله. بمعنى احنا عندنا بنحصر يا اما طول ماسوره يا اما غرفه يا اما مطبخ، بعيدا عن المحطات سواء محطات المعالجه محطات المرافع توقيه الكلام ده كله. احنا شغلنا كله بنحصر ان احنا لو بنحصر شبكات بنحصر ايه؟ بنحصر اطوال مواسير، وبنحصر عدد غرف، بنحصر عدد مطابق بنسب. لما كنا على الحصر وليس صرف الفلوس. عشان تعمل مستخلص الخطوه الاولى هي حصر. نعيد تاني. عشان نعمل مستخلص الخطوه الاولى هي حصر. انا كل ده بتكلم على الحصر. فانا بالنسبه لي الحصر هو اهم من المستخلص. عشان كده حتى لما بتيجي تعمل مستخلص بيقول لك فين شتات الحصر. حد فاهم حاجه؟ فين شتات الحصر؟ يبقى احنا عندنا في حاجه اسمها حصر وحاجه اسمها مستخلص. احنا بنتكلم على الحصر. فرضا جدلا انا راجل استلمت مشروع وعاوز اعمل جداول مقارنه عشان اقارن الكميات اللي كانت موجوده في جداول الكميات مع الكميات الموجوده في الطبيعه، او اللي انا سقطتها على اعمال الشوب درونج، او على عملت اعمال رفع مساحي للطبيعه ودرست الطبيعه كمداخل وشفت الشوارع وشفت بالظبط. بعمل ايه؟